ديفيا قولي، في حدا اجا لعندي؟ ايه، في شاب اجا واستناك كتير لحتى تجي، بس بعتقد انه راح هلا. طيب اذا اجا لهون ليش راح من دون ما اشوفه حتى؟ بابا؟ 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 فهمني، هي ليش ما راحت؟ وقف المطر بظنه هيك؟ احكي بهدوء. أنا اللي ما خليتها تروح من هون، حرارتها كتير مرتفعة، كيف بدك ياني اطلب منها تروح وهي هيك؟ بهالحالة بتخليها تتصل بأي حدا من عيلتها، ما في داعي إنها تضل عندي هون. بس ابني، هي ما في عندها عيلة تروح لعندها، لوين بدها تروح؟ هذا الكلام ما بيهمني، لأنه نحن مانا فاتحين ميتم هون بالبيت. بتخليها تضب أغراضها وتطلع من هون فورا، خلصنا. ايه خلاص خلاص ابني، أكيد رح تروح، بس خليها لتتعافى، يعني يوم أو يومين. لسه يوم كمان؟ بس يوم واحد وبعدها أنا رح قلها تروح، بس اعمل اللي بيريحك.